يقول هل يجوز أن أعطي زكاتي لموظف عندي يعمل عندي أنا يعني يعني ممكن يخدمني أكثر يعني أستفيد أكثر لما أعطيه الزكاة يعني يحرص أكثر على العمل. أنا أقول يجوز لكن لا تخبره أنها منك أو لا تعطيه أنت مباشرة، يعني تعطي لشخص أعطيها لفلان لا يدري أنها منك حتى ما يجاملك في العمل أكثر، فأعطيه ولكن بشرط أن يكون مستحقا للزكاة وأعطيه بصورة غير مباشرة عن طريق وسيط.